السلام عليكم ورحمة الله. ده فيديو عن ازاي اقدر اعمل بقى امبورت الايمج، اي ايمج او اي صورة معاك انت عارف تعمل لها امبورت. فتعالوا مع بعض كده نعملها. هو بالظبط تو كوماندز هنقدر نستخدمهم. اول كوماند فيهم ان انا بقدر اقرا الداتا اللي في الصورة. ام ريد، بعمل ايمج ريد، هي ام ريد اوكي. طبعا بحطها في فيكتور مثلا اسمه ايمج داتا مثلا، ده اسمه الفاريبل قصدي، هيبقى ام ريد، وحط الباث بتاع الصوره بتاعي بس كده. تعالوا مثلا نشوف الصوره، اي صوره مثلا، صوره بتاعتي مثلا، تعالوا نحط الصوره من بتاعتي هنا، اي صوره طبعا اوكي. ناخد بس الباث عشان اشكال اوكي تمام. طب مثلا نحط طبعا سنجل كوتيشن اوكي. مين حط هنا اسم الصوره بتاعي؟ حلو جدا، وهو كان دوت بي ان جي. وتعالوا نقرا، هو مش بي ان جي، هو يبقى جي بي جي. يس يس يس، هو جي بي جي اوكي. هو كده قرا الداتا بتاعي. نبدا بقى نعرض بقى الداتا دي اوكي. في طريقتين، في حاجه اسمها ايمج بس كده، ونحط اسم الفاريبل اللي في الداتا. ده ما بيحافظش على السكيل، ده بيبوظ السكيل، هو بيعرضها لك كده وخلاص بقى. بص طبعا ريزوليوشن ضايعه، سكيل وحش جدا. طب انا عايز اظبط السكيل، حاجه اسمها ايمج شو، ده بيظبط السكيل. بصوا لا مظبوط، هو جاب لك الايمج بالظبط. الايمج العاديه عملها لك بسكالها، ان هو ظبطها لك وحطها لك كفيجر عادي جدا كانها رسمه. اما دي لا، هو حافظ على كل البيكسلز اللي فيها وطلعها لك بنفس الريزوليوشن بتاعتها اوكي. دي تكون الفيديو مفيد طبعا. في داتا كتيره جدا، وانك تقرا الداتا بالام ريد دي ليها موضوع كبير جدا. طبعا انت لو مهتم بالموضوع خش تدور عليه، في الكورس هنحاول نفتح المواضيع كلها بتاعتنا. يا رب يكون الفيديو مفيد، وحاول تجربه، تحط صورك او تحط اي صوره وتشوفوا ازاي تقدر تعرضها، وتقدر كمان تتعدل عليها كمان. يلا اتمنى يكون الفيديو مفيد، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.